اسمي عدنان حسون، حاصل على إجازة في التربية الخاصة وتخصص في مجال تأهيل وتدريب أطفال ذوي الإعاقة. تخصصت في تأهيل أطفال جميع أطفال الإعاقة نتيجة قلة المختصين في سوريا. يتم تدريب وتأهيل الأطفال من عمر 3 سنوات لعمر 16 سنة. طبعاً يمر الطفل بعدة مراحل، منها مرحلة التقييم والتشخيص. يتم تقييم وتشخيص الطفل وفق معايير عالمية. يتم وضع خطة للطفل بعد تقييمه، طبعاً هذه الخطة تلائم نقاط الضعف ونقاط القوة. يتم تنفيذ الخطة عبر جلسات فردية، طبعاً يقوم الأخصائي بتنفيذ هذه الجلسات بوجود الأهل. طبعاً طفل إبراهيم كان عمره 3 سنوات، تم تشخيصه على أنه اضطراب طيف توحد، وأصبح العمل مع الطفل بشكل مكثف وعلى نقاط أو مجالات مثل مجالات النطق أو اللغة الإنتاجية عند الطفل. بعد ذلك أصبح الطفل مؤهل أنه يندمج بشكل أكاديمي في أحد روضات الأطفال الدامجي. أصبح الطفل يتفاعل، يلعب، يندمج مع الأطفال، أصبح يستطيع أن يتابع التعليم الأكاديمي من الروضة وما بعد الروضة إن شاء الله.